مرحبا، رح نشرح بهذا الفيديو عن كيفية تسجيل صوت على الباوربوينت سلايد، واللي بالعادة بيكون الشرح لهذا السلايد. الهدف من هذا الإشي إنه نحول هالسلايدات بعد إضافة الصوت عليها لفيديو فايل نستخدمه بعد هيك في الإيليرنينج سيستم. تابعوا معنا. أول شي بروح على السلايد اللي أنا بدي أسجل الصوت عليه، بروح على Insert، بختار منها أوديو، بعمل كليك على السهم الصغير اللي تحت، بعمل ريكورد أوديو، بدخل اسم هالريكورد اللي بدي أسجله، أنا بدي أسميه باسم السلايد على أساس أقدر أرجع له بسهولة. بدي أبلش تسجيل، بعمل كليك على النقطة الحمراء، ببلش تسجيل. هلأ عم ببلش، وهنا الديوريشن مدة التسجيل. بدي أوقف تسجيل، كليك على النقطة الزرقاء أو على المربع وبعمل أوكي. نشأ عندي هذا الآيكون الجديد اللي فيه اللي أنا سجلته. هيك بنكون سجلنا وأضفنا صوت. هلأ إذا أنا بدي أعمل ديليت لبعض الشغلات أو بدي أعمل تريمينج لبعض الشغلات، مجرد ما أنا أعمل كليك هون بيظهر عندي تاب فيو تو تابز فورمات بلاي باك. بلاي باك بعمل كليك على بلاي باك، بروح على تريم اوديو. طبعا في كتير بروبرتيز انه بلاي في تريم اد بوك مارك، هلا انا اللي بيهمني التريم اوديو عساس انه اذا انا في البداية حكيت اشي ما بدي يظهر، مثلا بعمل تريم من البداية من النهاية حسب وين انا بدي، وبشغله وبشوف انا هذا الصوت بيعجبني او لا. تمام، بدي اعمل اوكي. تمام، هلا انا بحطه بالمكان اللي بدي اياه. اذا حبيت تغير الصورة للايكون بعمل دبل كليك عليه تول بار، بختار تشينج بيكتشر. طبعا اذا حبيت هذا تغير انسرت. اذا بدي اضيف صوت على سلايد تاني بختار السلايد، بروح على انسرت، بختار من اوديو ريكورد اوديو، ببلش تسجيل. بعد التأكد من كل سلايدز مع التسجيلات الصوتية وصحتها بدي احوله هلا لفيديو. بروح على تاب فايل، بختار منه اكسبورت، من اكسبورت بختار كرييت فيديو. اول ليست بتعطيني اياها بختار منها، تاني خيار انترنت كواليتي علشان السايز تبعه يكون مو كتير كبير للانترنت، بعدين كرييت فيديو بيعطيني وين بدي اسيفه، بختار انا الفولدر اللي بدي اسيفه عليه على الديسكتوب عندي، وبسميه باسم اللي بدي اياه فيديو برزنتيشن، سيف. بلاحظ هون انه عماله بحمل هذا البار اللي هو تبع التحميل. بعدها بروح على الفولدر اللي سيفته فيه، بلاقي فيه اللي هو هياته سميته فيديو برزنتيشن، وبستعمله الان في الاي ليرنينج سيستم.